شهدت محافظة أسوان تنظيم مسيرة شعبية حاشدة للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمشاركة مختلف فئات المجتمع الأسواني والتأكيد على أهمية ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية. الشعب المصري شعب أصيل صاحب 7000 سنة في الحضارة وأول دولة. النهاردة بيقول للعالم كله النهاردة احنا في المواقف بيبان الشعب المصري كله إيد واحدة خلف قيادته السياسية. رسالة للعالم أجمع أن شعب مصر لحمة واحدة وإيد واحدة بكل فئاته وبكل أعماره، رجاله ونساءه وأطفاله. هذه الرسالة نبعثها لجميع أنحاء العالم، أن مصر دائما في اصطفاف ولحمة واحدة. النهاردة زي ما احنا شايفين الشباب والمرأة والمعاقين ورجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي في فرح وفي عرس لم تشهده. بنقول مبروك لشعب مصر، مبروك لاستمرار مسيرة العطاء، مبروك لاستمرار مسيرة الأمن والأمان، مبروك لحياة سعيدة، مبروك لمستقبل أفضل، ونتمنى أن تكون في دورة ثانية وثالثة ورابعة حتى ننعم بالسلام والأمن والأمان. أشخاص ذوي الإعاقة في إقبال شديد منهم على اللجان الانتخابية، ومن أسوان بوابة مصر الجنوبية عاصمة الشباب الأفريقي بتبعت برسالة تأييد وتأكيد على وجودنا، وبندعي كل أولادنا ينزلوا للانتخابات الرئاسية إن شاء الله دلوقتي. الحقيقة مشاركة المرأة عظيمة وكبيرة جدا الحمد لله، الأعداد يعني تفوق الوصف. اللي احنا بنشوفه النهاردة ده عرس، دي مش انتخابات، ده عرس لمصر كلها. مصر كلها النهارده بتحتفل وبتفرح، ومصر كلها النهارده في عيد، وان شاء الله باذن الله بنوري للعالم كله، العالم كله هي دي مصر بجيشها وشعبها واهلها وناسها. ومن اسوان، ومن اسوان هنا بنقول احنا المصريين اهو، احنا المصريين بنعمل المستحيل. بالنسبه للانتخابات الناس كلها حشد كبير غير عادي، وزي ما انت شايف والقرى المجاوره كلها حشد غير عادي، واحنا عندنا في بمبام بصفه خاصه الانتخابات اكثر من 70%. الناس زي ما انت شايف حشود كبيره جدا، وجاي لدعم مصر وجيشها القوي وحزبها القوي، ودائما الناس محشوده في جميع القرى والمناسبات والمراكز. عرس ديمقراطي في هذا اليوم السعيد، ونقول الاستقرار، نعم التنميه، نعم المشروعات اللي في كل ربوع الدوله هنا وهناك، نعم مصر الحديثه، نعم الاستقرار، نعم لمصر، نعم لمصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. جينا من بغرية بمبام بحري لتكملة الإنجازات العظيمة الكبيرة، ونؤكد ثقتنا الكبيرة في المشاريع لتكملة المشاريع العظيمة. الشباب كلهم مبسوط وفرحان ومكمل، كلهم عايزين مستقبل أفضل، كلهم عايزين يكملوا يعني. تابعنا لكم أعزائي المشاهدين هذه التغطية الإخبارية لانتخابات الرئاسة المصرية بمحافظة أسوان، كان معكم معادسة الزميل ممدوح سيد، ومن الهندسة الإذاعية مصطفى بكري، ومحدثكم محمود عبد الحافظ لقناة طيبة.